باقي من الزمن نصف ساعة عمر عمر نعم يا ياسين هل تعلم إجابة السؤال الثاني؟ لقد كتبته إذا أمليه علي باقي من الزمن ربع ساعة عمر ماذا تريد؟ لا أعرف إجابة السؤال الثالث كل الإجابة بسرعة باقي من الزمن خمس دقائق ما هذا؟ ثماني درجات من عشر؟ كان الامتحان صعباً يا أمي، ولكنك ذاكرت جيداً، ودائماً تحصل على الدرجة النهائية في العلوم. ك... كان الوقت ضيقاً. أشعر أنك تخفي عني شيئاً مهماً. عشرة من عشرة، الكل يصفق لياسين. عشرة من عشرة؟ كيف؟ لقد أمليته الإجابات. وحصلت أنا على ثمان درجات فقط. هذا الشهر ياسين الأول على الفصل لأول مرة، قم يا ياسين. نعم يا سيدي. قل لنا ماذا فعلت لتحصل على الدرجة النهائية؟ اجتهدت في المذاكرة وركزت في الأسئلة وأتقنت الإجابات. تقصد أتقنت الغش. رائع! وما هو شعارك في المرحلة القادمة؟ الحفاظ على القمة. اصعب من الوصول اليها صفقوا له مره اخرى وبقدر سعادتي بياسين بقدر حزني على عمر ترك سؤالا كاملا دون اجابه ونقص درجتين كاملتين لماذا يا عمر كيف تراجع مستواك بهذا الشكل المفاجئ اسال ياسين يا سيدي <applause> يا ياسين عليك ان تساعد عمر في المذاكره في الفتره القادمه هو يساعدني انا في المذاكره انا استحق ما جرى لي اتحدث نفسك يا عمر ها؟ انت لا تعلم ماذا حدث لي يا امام علمت كل شيء يا صديقي لقد وقعت في الغش لا لم اغش لقد غششت ياسين يعني ذلك انك وقعت في الغش من غشش كمن غش فلولا انت لما غش هو هذا ما يغيظني الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من غشنا فليس منا يعني ذلك انني نلت عقابين ذنبا ونقصا في درجات الامتحان الا اذا استغفرت الله وعزمت على ألا تعود لمثل هذا الخطأ؟ م? أبدا، لن أغش ولن أغشش طيلة حياتي. نعم، فالغش كذب وخداع. وأنت يا إمامنا، ألم تساعد أصدقائك من قبل؟ ساعدتهم وساعدوني دون أن نغش أحدا. وهل كان هناك امتحانات على أيامكم؟ امتحانات كثيرة. كان أصعبها امتحان زميلي خالد وأبيه عكاشة. يا أبتي البخاري قد جاءك بنفسه ليخبرك أنه قد سامحني. حمدا لله على سلامتك يا بني. سلمك الله يا عمي. هل حقا سامحت هذا الفتى الشقي؟ نعم وهل اكذب عليك نعم كذبت علي كثيرا اسكت ودع صاحبك يتكلم نعم سامحته يا عمي ولكن بشرط اي شرط ان يعيد لي مالي في اقرب وقت اطمئن لن ادعه يقبض اي مال وهل هذا يطمئنني نعم فانا الذي ساقبض المال وانا الذي ساسدده لك او لاسرتك اذا كنت على سفر اذا هذا عهد بيننا والله شاهد علينا ونعم بالله يا محمد الان فقط استطيع ان اعود الى العمل لا والله لن اعيدك الى العمل قبل ان نرد الى البخاري ماله محمد أخبرني أخوك أنك ستتركنا وتسافر ثانية. نعم، أسافر إلى بغداد إن شاء الله، لألتقي بالإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد؟ وهل سيسمح لك بلقائه؟ يا أمي، الإمام هو الذي طلب لقائي. يا الله، هل وصل صيتك إلى الإمام ابن حنبل؟ هذا من فضل الله علي، حدثه عني الإمام الفريابي. إذاً، تتزوج بفاطمه وتصحبك في هذه الرحله لن استطيع الزواج الان يا محمد لا اريدك وحيدا في هذه الرحله ايضا وفاطمه هي الاخرى اصبحت وحيده بعد موت ابيها امي ليتك تسمحين لها بالاقامه في الحجره العليا فوق السطح حتى تكون بجوارك وهي غرفه مستقله وستلائمها ومنزلها تؤجره وتنتفع بقيمة الإيجار. آه، فكرة ذكية، يبدو أنك مهتم بها. فاطمة، ابنة شيخي، صاحب الفضل الأول علي. تعالي يا فاطمة، لقد جئت في الوقت المناسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيسافر محمد إلى بغداد للقاء الإمام ابن حنبل، وأردت أن تودعيه. صحبتك السلامه ان شاء الله سافرت الى بغداد للقاء الامام احمد بن حنبل كان قلبي يرتجف من شده الرغبه فكنت اراه اعظم فقهاء الاسلام في هذا الزمان من محمد بن اسماعيل البخاري ها انت لبيت دعوتي وجئتني الى بغداد هذا شرف لي يا إمام. لست أنا فقط من سمعت عن سعة علمك رغم صغر سنك. لقد ذاع صيتك في بغداد والبصرة والكوفة وخراسان. الكل قد عرف بمجيئك ويتمنى لقائك. أدعو الله أن أكون عند حسن ظنهم. أعددت حفلا صغيرا أقدمك فيه إلى تلامذتي حتى يتعرفوا عليك. على الرحب والسعة، ولكني لم آتي إلى هنا للاحتفال والتعارف فقط. ماذا تقصد يا بخاري؟ جئت لأستزيد من علمك وفقهك يا إمام. آه حسنا، أراك ستكون أنجب تلاميذي على الإطلاق. في هذه الأثناء، كان قد تجمع كثير من طلاب العلم الذين سيلتقون بي في حفل التعارف ويبدو انهم كانوا يعدون لشيء اهم من مجرد التعارف ها ما قولك يا بخاري في الحديث الاول والله لا اعرفه والحديث الثاني لا اعرفه وماذا عن الحديث الثالث هو ايضا لا اعرفه ما هذا يقولون انه يحفظ عشرات الالاف من الاحاديث النبويه